عندما نشتري ملابسنا فإننا نختار العلامات التجارية بحثاً عن الموضة والسعر والراحة والجودة، ولكن عندما تنظر إلى القصة وراء التسمية فإنه يتم إلقاء الضوء على مصممي الملابس. غالباً ما يعملون في ظروف سيئة ويواجهون القيود على حقوقهم وحرياتهم يومياً. يرغب العديد منا في شراء ملابس مصنوعة في ظل ظروف عمل جيدة وآمنة، ولكن من الصعب أن تدخل الضمانات الموثوقة في صناعة الملابس العالمية. والسبب وراء ذلك أن العلامات التجارية الخاصة بالملابس عادة لا تملك المصانع الخاصة بها، وبدلا من ذلك تقوم العديد من الشركات المختلفة بصناعة الملابس في سلاسل توريد دولية معقدة. ومثالا على ذلك التيشيرت. الوسيط بين الشخص الذي يشتري القميص والأشخاص الذين قاموا بصناعته المتجر والعلامة التجارية للملابس ووسائل النقل والوكلاء وبالطبع المصانع التي يصنع فيها التيشيرت. صناعة التيشيرت تتطلب دخول العديد من العمال المنتشرين في مصانع متعددة، ويمكن أن تتطلب صناعة الملابس الأكثر تعقيداً المزيد من العمال، وإنها أماكن كثيرة يمكن أن يقع فيها أخطاء، وهذا جزء واحد فقط من سلسلة التوريد الكاملة. على سبيل المثال تتم زراعة القطن في مزارع، تحويل الغزل إلى نسيج، مصبوغ، تحويل النسيج إلى قماش، يتم إرساله إلى ورش الخياطة. هذه هي سلسلة التوريد الخاصة بتيشيرت واحد، قطعة واحدة في مجموعة موسمية لعلامة تجارية. ولكن تقوم كل علامة تجارية بإنشاء العشرات أو المئات من التصميمات لكل موسم، عادة يتم الطلب من العديد من المصانع المختلفة. في نفس الوقت يمكن لكل مصنع صنع ملابس لعشرات من العلامات التجارية المختلفة، وتكون النتيجة النهائية نسيجاً من سلاسل توريد متنوعة ومتشابكة. في مثل هذا النظام المعقد، كيف تبدأ في التأكد من أنه تتم معاملة الأشخاص الذين يصنعون الملابس بعدل؟ حسناً، تركز مبادرة Fairwear Foundation على أجزاء سلسلة التوريد التي يتم خلالها صناعة الملابس. تحدث العديد من انتهاكات العمل في مصانع الخياطة، ولأن الخياطة حرفة تتطلب عمالة كثيفة جداً ينخرط بها الكثير من العمال. يوجد في مركز عمل مبادرة Fairwear Foundation 8 معايير عمل تعتمد على مبادئ الأمم المتحدة وتغطي الحقوق الإنسانية الأساسية للعامل. يتم اختيار العمالة بحرية، بمعنى أنه ليس إجباراً أو قسراً. لا يوجد تمييز ولا عمل للأطفال. تحترم حرية تنظيم العمال وحق التفاوض الجماعي. يوجد دفع لأجر المعيشة وساعات عمل معقولة وبيئة عمل آمنة وصحية وعلاقة عمل ملزمة قانوناً، ألا وهي عقد عادل وقانوني. إذن كيف تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ؟ أحياناً يكون الأمر واضحاً تماماً، على سبيل المثال عند إغلاق مخارج الحرائق لمنع العمال من أخذ قسط من الراحة أو سرقة الملابس. تعد المخارج المغلقة انتهاكاً واضحاً لمعيار الصحة والسلامة، وحلها سهل نسبياً. ولكن في معظم الحالات تكون الانتهاكات مترابطة وتوجد أسباب جذرية خارج السيطرة على المصنع. على سبيل المثال يعد وقت العمل الإضافي الزائد مشكلة شائعة جداً. في العديد من مصانع الملابس يعمل الأفراد لما يصل إلى 16 ساعة في اليوم 6 أو حتى 7 أيام في الأسبوع. يوجد أكثر من 100 ساعة أسبوعياً، وأحياناً يستمر هذا لعدة أشهر في وقت واحد. فلنفكر في معنى هذا. إذا كنت تعمل لمدة 16 ساعة، فلنقل من الساعة 7 في الصباح وحتى الساعة 11 في المساء، لا يوجد وقت لوقت العائلة أو الاسترخاء. لا يوجد حتى وقت كاف للنوم. كذلك تؤثر ساعات العمل الطويلة على جودة العمل وأيضاً على سلامة العمال. حتى الآن تقع معظم حوادث مكان العمل أثناء وقت العمل الإضافي عندما يكون العمال مرهقين. إذن لماذا يعمل الأفراد هذه الفترة الطويلة؟
أحياناً لا يسمح للعمال ببساطة بالذهاب إلى منازلهم، وكثيراً ما تكون المرتبات قليلة جداً، وبدون وقت العمل الإضافي لا يستطيع العمال تحمل نفقة مكان العيش والطعام الكافي والاحتياجات الأساسية الأخرى. وعلى الرغم من حقيقة أن وقت العمل الإضافي الزائد خطير ويقلل من جودة المنتجات، إلا أنه يوجد ضغط كبير على المصانع للمطالبة بتسليم الملابس سريعاً، وإلا سيخسرون عملهم وسيفقد العمال وظائفهم. تطالب العلامات التجارية بأوقات تسليم قصيرة وتقوم بتغيير الطلبيات في الدقيقة الأخيرة، ويدفعون أسعاراً زهيدة غير معقولة، الأمر الذي يمثل ضغطاً كبيراً على الأجور وساعات العمل. تتغير الموضة ومواسم الذروة متغيرة، ولا تعرف المصانع أبداً متى سيحين موعد تسليم الطلبية التالية. لذلك فإنها تحجز لعدد أكبر من المتوفر، وهذا سبب آخر من أسباب وقت العمل الإضافي. كذلك تعني الطلبات مجهولة الموعد حرمان العمال من العقود أو العمل الثابت. يتعلق وقت العمل الإضافي الزائد جداً عن الحد بالأجور والعقود والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الطريقة التي تدير بها العلامات التجارية عملها. ترتبط معايير العمل ببعضها بطرق أخرى كثيرة أيضاً. إن دفع أجور المعيشة هو المشكلة الرئيسية، لأنه ذا تأثير تتابعي. على سبيل المثال، عمل الأطفال. إذا لم يحصل الوالدان على المال الكافي اللازم للعيش، فإلى أين سيتوجه الأطفال على الأرجح؟ ليس إلى المدرسة على الأرجح. وبالمثل، فإن ضمان أن العمال يستطيعون الانضمام إلى اتحاد عمال أو تشكيل اتحاد عمال من اختيارهم والمساومة الجماعية، يعني أنهم يستطيعون لعب دور أساسي في تحسين ظروف المصنع. سيكون من الرائع أنه يمكننا فقط إخبار المصانع للقيام بالتشكيل، لكن الواقع أن المصانع لا تستطيع إصلاح كل شيء بمفردها. لذلك، من هو المسؤول عن إقامة العدل؟ حسناً، تلعب المصانع دوراً حاسماً، فإنها التي توظف العمال. وبالمثل تلعب العلامات التجارية دوراً كبيراً. بالإضافة إلى متطلبات الجودة والسعر، فإنه يمكنها كذلك المطالبة بظروف عمل لائقة. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع العلامات التجارية أن تتمتع بتأثير إيجابي كبير في ظروف العمل، عن طريق دفع أسعار عادلة وطلب أوقات تسليم معقولة، وعن طريق توفير بعض الأمن إلى المصانع فيما يتعلق بالأوامر المستقبلية. لذلك تعمل مبادرة Fairware Foundation على عدد من المستويات. إننا نتحقق من الظروف في المصانع في الدول المنتجة، وإننا ننظر إلى الطريقة التي تتعامل بها العلامات التجارية في أوروبا مع المصانع. كذلك تعمل مبادرة Fairware Foundation مع الاتحادات العمالية والعمل والمجموعات النسائية ومجموعات العمل والحكومات ومنظمات المستهلكين في كل من الدول المنتجة وفي أوروبا للتوصل إلى الحلول المستمرة. يستطيع العمال أنفسهم تقديم شكوى إلى مبادرة Fairware Foundation مباشرة. تقدم مبادرة Fairware Foundation التقارير علناً عن أداء العلامة التجارية والتقدم في المصانع، بالإضافة إلى شكاوى العمال. وهذا هو المكان الذي تأتي إليه. يسمح تقديم التقارير العامة للمستهلكين برؤية ما وراء التسمية واتخاذ قرار مستنير خاص بالملابس المراد شراؤها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، قم بزيارة موقع ويب fairware.org، حيث يمكنك التحقق من العلامات التجارية التي نعمل معها وإنشاء قائمة تسوق لأعضاء مبادرة Fairware Foundation الذين يبيعون المنتجات في دولتك.